السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عشان نبدأ الكلام من مكتب بارتي مان النهاردة عندنا قلبان البنطلون الشباب ده، عشان ما أطولش عليكم، اللي هو السمر ميرتون. عامل كام؟ عامل 75 جنيه. الحق عشان الكلام ده في مكتب بارتي مان شارع 20 فتح حديقة قطر جسر السويس. أي بنطلون عندك 75 جنيه، خامات قطن، ما ينفعش ولا توفر ولا تنسي ولا الكلام ده. اطلع على وش بقى البنطلون ده، لو نسي أو وفر معاك أنت عندك حق الاستبدال. تعالى خد اللي انت عاوزه، ممكن ارجعه لك عادي، الدنيا سهله ان شاء الله. مش الكلام ده، انا عندي اصلا البنطلون ولا ينفع يوفر ولا ينفع ينسي ولا ينفع يحصل فيه الكلام ده كله. اي بنطلون ب 75 جنيه، مش معنى ان احنا بنطلع ب 75 جنيه من البنطلون في حاجه، لا، البنطلون الله المستعان ترخيص ومفر كل حاجه. لو حصل حاجه معاك بعد الغسيل الله المستعان، انا هنا ارجعه لك واجيب لك اللي انت عاوزه كله. تمام كده؟ تمام. الله اكبر ما شاء الله، ربنا يدينا ويديك الحياه، مدى الحياه الله المستعان. البنطلون بكام؟ ب 75 جنيه. الحق عشان الكلام ده في شارع 20 خلف حديقه الدرب الجسر السويس فوق جنزه البركه. رقم تليفوني 010 961 102.